إن علاقة الأم بابنها في أول سنة ونص بتولد صفة الثقة، بتخليه هو واثق من نفسه وواثق من غيره، زي ما هو واثق من ماما مقدرة مشاعره مهتمة بيها، فأنا واثق من نفسي. كمان الثقة نفسها هي شعور من جوه، شعور داخلي، أنا قادر، قادر أعمل، يعني قادر إن أنا أنجز. فلو الأم ما ادتش ده للطفل، يعني مثلا لو طفل بيشيل كوباية من مكان لمكان بيحركها، فالأم حاسب هتتكسر ما تشيلهاش تاني، أنا كده بعمل إيه؟ بكسر ثقته بنفسه. طب ما هي كل ده بيجي ورا بعضه، فبيخلي الطفل ده انا مش واثق من نفسي.